السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لي كل الفخر ان انا اكون قدام سيادتكم في الصرح العظيم ده، وبفضل الله تعالى يعني ربنا يوفقنا ان احنا نوضح بعض النقاط ان شاء الله هتكون رئيسية في التعامل في حياتنا العملية. يعني first of all اتمنى بس ان انا اوضح نقطة، ان الطب مش مهنة، الطب هو رسالة. فلو انت فاهم كويس جدا ان الميديسن it's not a job but a mission، المفروض ما تنامش. بمعنى الكلمة ان انت بقى عليك عبء ما بعد عبء. حضرتك لو انت فاهم ان حضرتك اخترت تكون في رسالة الطب، انت لازم تبقى up to dated كل يوم. لازم كويس جدا تكون فاهم ما هي المسؤولية المطلوبة منك تجاه المريض. دائما ابدا بعلم ولادنا الصغيرين كلمة واحدة تلخص العلاقة ما بين الطبيب والمريض، which is عامل المريض بعد الشر عليك كما تحب ان تعامل كمريض. طبعا انتوا في بداية مقتبل المهنة، بما لا شك بيبقى مفيش الاكسبيرينس في التعامل مع المريض، فبيبقى في حاجات مؤلمة جدا لما نيجي نشوفها مع اولادنا الصغيرين وهم بيتعاملوا مع المرضى. فور اكزامبل، حتى انت مش متخيلها قد ايه مؤلمة للمريض، ان انت مثلا تتكلم مع المريض اذا حالة، تتكلم مع صاحبك العملاق في الاداء ومن فضلك يا دكتور محمد عندنا الحالة، حالة ايه سيادتك؟ يعني حضرتك تحب يتقال عليك حالة بعد الشر؟ فدائما ابدا وانصح حضرتك معاك مريض فور شور اسم اكس اكس واي whatever كان اسمه ايه، حضرتك بنتعامل معاه باسمه، استاذ محمد، الحاجة اكس، الحاجة واي. النقاط الصغيرة دي بالنسبة للمريض حاجة كبيرة جدا، بالنسبة لك انت مش متخيل ان دي قد ايه بتبقى مؤلمة. اوكي، ويمكن من ضمن الريسبونسابيلتيز اللي حضرتك مسؤول عليها وانت مش عارف ان انت you need to know it، ازاي اتعامل مع مريض في حالة حرجة، severely injured patient، multiple traumatized patient. يعني لما نعرف ان شاء الله كمان شوية ايه القصة بتاعتها وازاي اتعامل معاها، هتكتشف ان دي من ضمن your responsibility، ان انت لازم تكون most up to dated وعارف كويس جدا لو انا واقف في الطوارئ ما هي مسؤولياتي في الطوارئ. وهقولها للمرة السابعة، الطب مش وظيفة وليس مهنة، الطب رسالة. فربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله النهاردة، ونحاول نوضح ونهايلايت على نقاط على فكرة انت عارفها ويمكن افضل مني كمان، بس يمكن بالخبرة الضئيلة، بس الفرق اللي بيني وبينك عايز انقلهالك بترتيب معين عشان في يوم من الايام لو واقف في الطوارئ بفضل الله اكون عارف كويس جدا ما هي my responsibility وانا واقف بستقبل حادثة، بس مش اكثر من كده. فبسم الله الرحمن الرحيم، سريعا بقى نبدا نتكلم كويس جدا على ما هو ماي رول او ما هي ماي ريسبونسابيلتي او سيمبلي هاو كان اي مانج ا سيفيرلي انجرد بيشنت، او ازاي استقبل رود ترافيك اكسيدنت. فيرست اوف اول، هو الاضاءه بس ممكن يخفها شويه. ممكن احتاج بس اقفل الباب لو لو نقفل بس الباب لو سمحت من فضلك. اوكي، first of all عايزين نعرف بداية فكرة الروت ترافيك اكسيدنت او التروماتايزد او الادفانسد لايف سبورت جت منين. الموضوع بدأ في سنة 1976 after دكتور جيمس ستاينر an orthopedic surgeon عمل حادثة صغيرة بطيارته الخاصة. عادي يا أولاد زي ما انتوا كده عندكم طيارات خاصة برضو، يعني حادثة صغيرة جدا. الكارثة ان الانجري بتاعه هو اللي كان الاخطر، بس الاوتكم للحادثة his wife and his children ماتوا، وده نتاج inadequate management.
يبقى الموضوع مش مين اللي حالته الأخطر، والدليل الـ wife and his children هما اللي ماتوا نتاج inadequate. ومن هنا في بدايات 1976 بدأت مولد ونشأة advanced trauma life support. وكونك طبيب من يور مسؤولياتك تكون متعرف كويس جدا يعني ايه كلمة advanced trauma life support. لو انت واقف في الطوارئ لازم تكون فاهم مين اللي اقدر اعالجه وازاي وامتى، وده المين topics اللي احنا هندسكست today بفضل الله تعالى. وليكن تعالى كده ناخد بعض الانترودكشن او الفاكتس as regard the age. 62% من حوادث الطريق بتكون ما دون العشرينيات. طيب as regard الرود يوزر تقريبا up to 70% بتبقى نتاج road traffic accident، نتاج car accident او اتوبيسات او ميكروباصات. طيب نمرة ثلاثة لما نيجي نبص على site of the fatal injury تقريبا up to 2/3 الحالات الفيتال انجري ديو تو هيد، يليها شست ثم ابدومن ثم ميكسد ما بين الاثنين. طيب كل الكلام دي فاكتس، انما اهم فاكت لو سمحت نركز فيها الحته الجايه كويس جدا which is the timing of death في الحوادث، ودي اللي اسمها التراي مودل ديستريبيوشن اوف ديث. سريعا بسيرفي على ميجا ستادي للديث في الحوادث، minute at the scene of accident في مسرح الحادثه دي بتسمى الفيرست فيز. وعامه دائما ابدا الديث في الحادثه بيبقى نتاج سيفير انتريتابل كوز. وطبعا هنا مش دورك حضرتك ان انت تقلل البرسنتج دي، ده دور المجتمع ان انا افهم كويس جدا الوسائل النورمال ووسائل الامان، وما تستخدمش حضرتك التليفون وانت بتسوق وتربط حزام الامان وانت في العربيه. كل دي بتلعب دور في الفيرست فيز. السكند فيز اوف ديث ودي بتكون من minutes to hour بعد الحادثه. دكتورنا العظيم دورك في السكند فيز، لو احنا النهارده هنتعلم ازاي نستقبل الحادثه بفضل الله النسبه دي من 30% هتنزل up to 9%. احنا مش بنتكلم على مرض how can you diagnose this، احنا بنتكلم على lives بنتراي تو سيف ات بفضل الله وليس فضلك. ثم بعد كده الفيرست او الثيرد فيز ده بيكون دايز من الحادثه. معلش محتاجين نوضح الكلام ده كويس جدا. تراي مودال ديستريبيوشن اوف ديث، لو انت مش فاهم الحته دي انت مش هتعرف ما هو دورك في الطوارئ. تاني 50% من وفيات الحوادث في الحادثه the first peak. How can you prevent it؟ بالكوميونتي والتحضر والاحترام لاشارات المرور واحترام لطرق القياده واحترام لحضرتك وانت بتعدي الطريق. hours after الحادثة 30% وفيات، ودائما نتاج epidural subdural hemoneumothorax pelvic fracture كلهم severe وكلهم life threatening but كلهم treatable لو سيادتك عارف مين تعمل له ايه امتى. ثم بعد كده من days to weeks 20% وده third peak او third peak في الوفيات. معنى كده للمرة الثالثة لو حددنا فيها دورنا النهاردة هيتكلم على السكند بيك اللي هي تمثل لوحدها 30% من الوفيات. والنهاردة لو اتعلمنا how can you deal with بفضل الله هتبقى 9، يبقى احنا هنتكلم على golden hours. golden hour او golden minute، حضرتك كل minute هتضيع منك في الطوارئ اعلم انت بتضيع في percentage. طيب معنى كده ان احنا قبل ما نتعلم بقى ازاي نعالج المريض، first of all هو مين المريض اللي يتعالج امتى، ودي تخلينا نفهم كويس جدا what meant by triage. triage كلمة فرنسية تعني تري، وتري تعني how can you sort how can you pick up how can you rearrange simply، دي معنى الحرفي لكلمة triage. طيب لما نقول لحضرتك
السورت اوف يور بيشنت، انتقاء مريضك وهو داخل في الطوارئ. معلش، بناء على ايه سيادتك؟ بما لا شك نمره واحد على يور فاسيلتي. انا واقف في طوارئ اكس، عارف كويس جدا ماي فاسيلتي، انا دكتور ومعايا اطباء امتياز ومعايا المدرس المسؤول ومعايا الاستاذ المسؤول ومعايا الاكس راي والسي تي والسونار وعندي اوبراتيف ثياتر جاهز. This is my facility. على النقيض انا واقف في مكان تاني ما عنديش الا جهاز سونار، ما عنديش حد غيري، يبقى This is my facility. يبقى عشان تجرؤ تصورت لازم نمره واحد تكون عارف ما هي your sorting او ما هي your facility. يبقى how can I sort؟ واحد، اعرف your facility. نمره اتنين، in need of the treatment، السيفيريتي اوف ذا تروما، السيفيريتي اوف ذا كاجواليتي. طيب هسال سؤال بريء، حضرتك واقف في طوارئ، جالك حادثه وجالك واحد عنده ضغط عنده صداع، بلا شك مين اللي يبقى ليه البريوريتي؟ صباح الفل، مين؟ شور طبعا، ده طبعا ده صورت اي بي سي. فبما لا شك المريض اللي هيبقى في الحادثه ليه الاولويه. انما لو انا بتكلم على كلهم حوادث بقى، هاو كان اي صورت ما بينهما؟ دي هتفترق، دي هتختلف جدا. هو سيادتك مبدئيا في الاي ار ولا لا قدر الله في كرايسس، في حروب، في زلازل؟ ايه ده؟ هو ده يختلف عن ده قلبا ومضمونا. ان انا اصورت وانا واقف في طوارئ يختلف لو لا قدر الله في كوارث. طب تعالى الاول نتكلم على الطوارئ. انت لسه حالا قايل لي ان دائما ابدا الحوادث ليها الاولويه. طب لو كله حادثه، لو النمبر اوف ذا كاجواليتي، لو خطورة الحادثة does not exceed your facility، يعني حضرتك موجود في مكان بجميع الإمكانيات الممكنة وجات لك حادثة، أستقبل مين وعالج مين يا ولاد؟ أستقبل جميع الحوادث وأبدأ بالأخطر، موافقين؟ وليكن مكان ما الفاسيليتي كلها أفيلابل وجاي لك حادثة إكسترا ديورا إسبلينيك رابتشر فراكتشر فيمر و cut wound at the forearm، استقبل مين منهم؟ صباح الخير، كلهم طبعا، وابدا بما لا شك بالاخطر، صح؟ طيب ايه رايك بقى لو النمبر اوف ذا كاجواليتي اكسيدز يور فاسيليتي؟ ده هنا الموضوع مختلف تاني. انا هنا بقى انا عارف كويس جدا ماي فاسيليتي والحادثه اكتر من امكانياتي، مين اللي اقدر ابيك اب وعالجه من فضلك؟ اللي ليه تشانس تو سيرفايف معاك. يعني ايه يا شباب؟ يعني حضرتك نفس الحادثه اللي فاتت وحضرتك موجود في مكان نائي ما فيهوش اي امكانيات، تخيل هتستقبل اللي عنده كات ووند ات ذا فور ارم والباقي بسرعه تعمل له ريفيرال بعد ما طبعا تعمل له الفيرست ايد. ايه ده؟ يعني حضرتك ان انت تريفير الحادثه بسرعه لاقرب سبيشاليز سنتر، اهي دي اسمها تراياج. ليه بقى؟ سيادتك حضرتك هتستكبر، لا 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 ده انا دكتور ودخل العيانين. طب وات اباوت العيانين نفسهم؟ طب ممكن تقول لي هتعمل ايه؟ طب فين السيتي بتاعك؟ طب سؤال تاني بريء براءة الذئب، حضرتك هيباتيك انجري، سب كابسولر انجري في ليفر، جريد 1 بسيتي جايدد ليفر انجري، وما اجمل وما العيان ستيبل وكل حاجه كويس، وحضرتك قررت ان انت تحطه اندر كونزرفيشن. طب سؤال، لا قدر الله في احتمال يحصل له رابتشر ولا لا ويخش في هيموريدج ولا لا؟ هل سيادتك عندك الفاسيليتي تو اكسبلور ات؟ لا. هل عندك سي تي تو فولو اب؟ لا. هل عندك مبدئيا الانسترومنت اللي تخليك تخش في ليفر تروما؟ لا. طب ليه عملت له ريسيفنج؟ ليه حضرتك عملت له ادمشن؟ سيمبلي انت مش عارف يعني تراش. تاني انا قلت موضوع النهارده انتوا عارفينه افضل مني، بس خليني نموديفايد ونهايلايت حاجات معينه. يبقى فهمنا يا اولادنا يعني ايه كلمه تراياش في الطوارئ. تراياش في الطوارئ مين اللي عامل له صورت؟ طبعا لو الفاسيليتي بتاعتي اكبر استقبل كله وعالج الاخطر، لو العكس من فضلك استقبل وعالج اللي انت تعرف تعمله وريفير بسرعه جدا. وما تستغربش لو لقيت مكان مكتوب عليه غير مهيئ لاستقبال حوادث، ده مكان زي الفل طبعا على النقيض تماما، دكتور مش عارف ايه بيعالج كل حاجه سبحان الله تعالى، يعني دي حاجه ودي حاجه. اوكي طيب نمره اتنين، الموضوع مختلف تماما. في الطوارئ لازم بي بريبيرد، يعني لو انت واقف في الطوارئ يبقى دائما انت جاهز، وجاهز
لما تكون فاهم مين تعالجه ومين تعمل له ريفيرل. طيب الموضوع مختلف تماما بقى يا اولاد لو احنا بنتكلم على كوارث، زلازل، حروب. هنا دخل معايا عشان اعمل ترياج another points which is your safety كطبيب. تخيل your safety دخلت في الموضوع. التايم اللي انا هاخده لما انقل المصاب لاقرب مستشفى ميداني دخل معايا في الطريق. يعني حضرتك رايح تنقل بايه؟ طيارة، عربية؟ طب المسافة اللي هتنقلها هتاخد منك قد ايه بالمينت؟ كل ده هيخش معايا لو انا عايز اسورت مين انقله ومين اعالجه. فور اكزامبل هنا بنبدأ نحدد العيانين بالسيفيريتي ونبدأ نمارك العيانين باي ذيس كولرز. ده بنسميه the first priority to be transmitted and dealt with. The second, the third, and the fourth. طيب انت في رأيك احنا في مجال حروب ورايحين احنا الاطباء المسؤولين عن التأمين، فروحنا لقينا السيناريو الاتي. واحد amputated وعنده eviscerations وبرين طالع برا، فعيان اخر ما يدل ان عنده intraperitoneal hemorrhage، فعيان اخر عنده fracture femur. انت في رأيك مين يعتبر بالنسبة لك the first priority؟ انا مش سامع حاجة بس حاسس ان انتوا بتقولوا صح. صح شبابنا، لو جينا نحدد excellent هو التاني بالفعل، لو جينا نحدد على حسب الخطورة دون اي خبرة يبقى اكيد اللي عنده eviscerations. سؤال، لو حضرتك عندك one place for transmission لو نقلته هل تضمن تروح بيه سليم؟ بما لا شك لا، مات منك. فطبعا ندمت فرجعت تاني لبتاع الهيموريدج هتلاقيه مات منك، فندمت برضو وانت ماشي رحت مضروب رصاصة فمت. ها كل ده بيحصل لو انت مش عارف يعني ايه ترياج في الباتل فيلد او الاكسيدنت. ليه؟ خلي بالك احنا مش بننقل بالاخطر بالنسبة لك، احنا بننقل بالاخطر اللي ليه تشانس تو سيرفايف. فعشان كده تعالوا بصوا المثال ده يا ولاد. طبعا بما لا شك ولا حد يجرؤ يجزم ان الاخطر هو نفس المريض ده. طبعا اهو راسه ما اعرفش راحت فين، ودراعاته مش عارف تقريبا اتفرتكت، وتقريبا عنده سكراتش في الركبه. بما لا شك عندك اخطر من ده، بس انا مش فاهم ترياج طبعا. فطبعا داخل بسرعه وعامل اعمل دي سي. ايه رايكم هل هنا الطبيب ده يلام؟ طبعا لا يلام، هو خد الاخطر وشغال فيه. طب انت متخيل حضرتك هل هيحصل اي بروجنوزس او اوتكم؟ يبقى كل ماي ايفورت لوست. ده بالاضافه ان انا نفسي بقيت ات ريسك. طيب عشان كده من فضلكم يا شبابنا في الباتل فيلد او في الكوارث او في الزلازل لازم بعض نعرف مين نعالجه فين. فالفيرست بريوريتي اللي احنا بنسميه الريد ريبون اللي هو اول واحد ليه البريوريتي تو بي مانج هو اللايف ثريتنينج بات تريتابل، اللي فيه امل تو سرفايف. نمرة اثنين سيريوس نوت لايف ثريتنينج، الكسرة بتاعت الفيمر ووكينج ده الثالث واخر ماي بريوريتي لو فرضت نقلت كله ولسه عندي فرصة. ذا فيتال وان اللي هو أول واحد أنا قلته ده آخر واحد أفكر فيه. أوكي؟ يبقى فيرست أوف أول عشان بس ما ننساش إحنا بنتكلم على إيه؟ هاو كان وي ديل مع الجولدن اور. عشان نعرف يعني ايه جولدن اور يبقى لازم نعرف مين اللي ابدا اعالجه الاول. الترياج في الطوارئ تختلف عن الحوادث. طيب الترياج ات ذا باتل فيلد او في الكوارث دائما افتكر الكلمه دي، مش اولويز بي بريبيرد بات اسكوب اند ران نوت ستي ام بلاي. يعني حضرتك يور سيفتي دي من ضمن الترياج، your time minutes من ضمن الترياج. فاحنا رايحين نسكوب اند ران، والسكوب او نخطف ده او نغرف ونجري اعتمادا على البيز بي 1 ده نمره واحد ثم اثنين ثم ثلاثه. طيب 10 ثواني بالظبط حضرتك عايزك تبص على الصوره دي.
مش عايزين اوضح فيها اي حاجة، بس يعني تقريبا دي معرفش ايه، بس في سكينة هنا تقريبا، وده شكله شرطي، ودي اي ثينك فيميل، الله اعلم ده ايه، وده تقريبا شكل مسدس. 10 ثواني بص في الرسمة من فضلك كويس جدا، وهسأل سؤال واضح. 3 2 1. طيب سيادتك، هل في علاقة ما بين الصورة دي وما بين الترياج اللي احنا قلناه؟ بس حضرتك يعني تمهل في الإجابة، فضل. في أي مشكلة؟ في أي علاقة بيها؟ ما شاء الله. ها، طب مبدئيا ولا لا؟ برضو. ها، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شبابنا الاعاظم اطباء الغد، مفيش اي علاقه ما بين الصوره دي واللي احنا بنقول يا جماعه. ده ميكانو، اسمه ليجو، ده ملوش اي دعوه. حضرتك طبعا انا عارف ان انت احلامك بدات تفكر، وسكينه وظابط، وبدات تفكر في الاحداث. باشا ال ذس صوره ملهاش اي علاقه باللي احنا بنقوله. الصوره دي سيمبلي عجبتني فحطيتها، بس فول ستوب، بس ملهاش اي علاقه. البت بنتي الصغيره مش عارف كانت عايزه مكعبه، دخلت اشوفها لقيتها مش عارف، فصورتها بس سيمبلي. الله، امال ايه الرساله اللي عايزين نوصلها؟ من فضلك نيفر تو اوفر اور تو اندر استيميت. فاللي ضيع وقت عمال يحلم لي بالصوره، ايه علاقتها؟ كل دي مينت ضاعت من جولدن مينت. فبليز دو وات يو نو اند ليرن تو دو. خلاص، ملهاش اي 60 لازمه حطيتها. انا اللي عامل المحاضره حط اللي انا عايزه، انما ملهاش اي دعوه بالترياش خالص. على خيره الله. اي ثينك يا اولادنا احنا بقى فهمنا ان احنا ما نضيعش ثواني حتى في رؤيه صور ملهاش اي لازمه. ما نبداش اوفر استيميت او اندر استيميت. عشان كده تعالوا بقى سريعا ازاي نتصرف واحد في حادثه. فيرست اوف اول، طبعا بدايه الحادثه بتبدا في مسرح الاحداث، وده بيبقى مسؤول عن المسعف او العربيه الاسعاف نفسها. وطبعا اول حاجه لو انا طلعت في عربيه الاسعاف افكر اعملها للمصاب هي فيرستلي اسبورت النك. احلامي وانا صغير ان انا كنت اجيب عربيه واقعد بقى ايه، وافرد ظهري كده واحط راسي وتتسند على البتاعه بتاعه المسند الراس دي. كانت دي احلامي والله، والحمد لله بفضل الله، بفضل الله ربنا كرمني. بس جبت العربيه راسي مش عايزه تيجي على البتاعه، فقلت معلش عشان العربيه برده نص لبه كده، فان شاء الله لما تبقى لبه الا ربع. الحمد لله ربنا كرمني بلبه الا ربع، برده راسي مش عايزه تيجي. يا اولادنا ذس هيد باد مش معموله عشان سيادتك تسند عليها راسك، هي ديزايند عشان تخلي في 5 سنتي ما بين راسك وما بينها، لا قدر الله في الحوادث الماكسيمم فليكشن واكستنشن، فعدم وجودها قد تؤدي الى سيرفايكال تروما. ده منتجين السيارات عارفين النقطه دي، وانت كطبيب مش عارفها، دي مصيبه. يبقى اي واحد برود ترافيك اكسيدنت يور فيرست بريوريتي نيفر فليكس اني جوينت، اهمهم النك. فعشان كده السبلنت النك اساسيه. ثم بعد ما اسبلت النك انشور الاير واي. طبعا مفيش اي حد بيدخل اي صوابع في اي حته، وطبعا كلام الفولين اوف ذا تانج انت فاهم طبعا مفيش حاجه اسمها كده، هو جاست ريلاكسيشن. فكونك بس عملت مينيمال بوش فورورد للمانديبل دي كافيه تمنع البيز بتاع التانج تو بي فولن باك. ثم بعد كده هو ببدا اعمل اي في لاين، انا بتكلم على المسعف، ولو افيلبل مسكن وانقله لاقرب مستشفى. في الطريق لو في اي هيموريدج، حضرتك طبعا هنا الايديال ان انا بستخدم الماست او الميليتري انتي شوك تراوزر لايك السفيجمومانومتر، وبنفخه مني، بعمل كومبريشن، وفي لحظه او في نفس اللحظه بسبورت اني اسوشيتد فراكتشر. حضرتك وانس المريض بدا يوصل لاقرب مستشفى بيتعمل له بعد كده البروتوكول اللي هو الفيرست والسكند سيرفي. الفيرست سيرفي او البرايمري سيرفي، ما هو الاوبجكتيف؟ انا كطبيب طوارئ واقف، ايه الاوبجكتيف اللي انا بعمله في البرايمري سيرفي؟
simply identified and treat any life-threatening condition. وطبعا ده بيتبع ال A B C D. ال A stand for airway and cervical spine control. ده your priority. لو العيان جاي لك بيتكلم خلاص خلصنا ده الايه كده موجود جاي لك تلات عيانين في الحوادث واحد يا دكتور مش عارف اتنفس يا دكتور هموت يا دكتور والتاني سايلنت مين اللي ابدا معاه ما هو كونه عمال يقول لي هموت يبقى عنده اير واي تسمح بكده صح التاني ميبي نورمال او بالفعل مش عارف يتكلم يبقى حتى لو انا عندي كاجواليتي انا ما ببداش في واحد اي بي سي انا ببدا بالعرض اي وبي وسي After which, طبعا السيرفايكال سباين بي سبورتد ما لم تكون سبورتد مع المسعف. وامتى اشك بانستابيليتي للسيرفايكال سباين؟ اني مالتي تروماتايزد بيشنت او لوكالايزد بسيرفايكال تندرنس. اي واحد جاي لي ببلانت انجري اباف الكلافيكل او ماكزيلو فيشيال سيمبلي اي واحد في حادثه فيرست اوف اول الاي بتاعتك معاها سيرفايكال سباين كنترول. After which بن lift the mandible anterior ونبدأ نشيك ال oral cavity ونسك طبعا لو العيان لو كوماتوز أو unconscious طبعا your first priority هنا the oropharyngeal airway بندخلها transversely ونلفها 90 درجة عشان أبريفنت التانج واسمح له بإيرواي أحيانا كل الوسائل دي تفشل the next if available طبعا endotracheal tube بشرط ما فيش أي مشكلة في cervical spine fracture لو حتى دي فشلت your last choice is ها يا شباب يا دكاترة نادرا be requested tracheostomy صعب جدا ان احنا نعملها في واحد قدامه دقيقة فعامة هنا بنحس الثيرويد cartilage واول ما تنتهي بينها وبين الكريكويد this is the thyro the cricothyroid membrane اهو ده دائما اللي احنا بنخش فيه فهنا بنعمل percutaneous cricothyroidotomy لو جيت روحت حسيت your thyroid cartilage على اخرها وبدات افتح عليها وبعد كده بستخدم السكالبل هاندل ما بخشش بالمشرط بخش بظهر المشرط والف 90 درجه وبعد كده احط ميني tracheostomy tube يبقى التراكيوستومي نادرا بي الشانس او الفرصه بتاعتي في الايه انما cricothyroidotomy اسرع like this انما لو داخل في التراكيوستومي طبعا الازمس هنا هتبقى عائق بالنسبه لك فطبعا المينتس او السكندز اللي احنا متفقين عليها will be consumed after which بعد ما ضمنت ايه ابدا ابص على tracheal deviation congested neck ثم اعمل inspection palpation percussion Why? بما لا شك ذا سكند بريورتي افتر الاير واي هو العيان بيبريث كويس ولا صح ولا غلط؟ فعشان كده طبعا يور بريورتي هنا كمان ليها ترياج. يعني جاي لي عيان تنشن نيوموثوركس، واحد اخر كاردياك تيمونال، واحد فليل اوبن ماسيف كلهم از امرجنسي بس سيادتك مين اللي يعتبر ذا فيرست بريورتي فيهم؟ تنشن نيوموثوركس. دكاترتنا الاعاظم من فضلكم احنا متفقين الكلام ده انت عارفينه بس احنا بنهايلايت على البريوريتي فهنا نمره واحد تفكر فيه تنشن نيوموثوركس طبعا تنشن نيوموثوركس بيحصل نتاج ستاب ان فالفولر مانر فهنا هو كميه الاير الكونكتد بالاتموسفيريك اير اونلي مع الانسبيريشن ويل بي ترابد مع الاكسبيريشن فطبعا هنا دي ويل بي كولابسد هيحصل شيفت للميديا ستاينم اللي انا عرفته بالتراكيال شيفت فاكرين اول حاجه بعد الاي اي اول نقطه في البي وات تراكيا اكزامينيشن يليها بعد كده الانسبكشن فحضرتك وانس عندي تراكيال شيفت وميديا ستاينم شيفت وهايبر ريزونانت باشا ده نمره واحد في البريوريتي في البريذنج ممكن نعرف نعمل فيه ايه لو سمحت أو ده اللي بيخش مع every inspiration وترابت مع الاكسبيريشن. What's your immediate management؟
مش هيلحق يتحط له انتركوستال شيست تيوب كونكتد لاندر ووتر سيل، مش هيلحق. العيان ده should be deflated بوايد بور كانيولي موجوده في السكند انتركوستال ميد كلاف يليها الانتركوستال شيست تيوب. طيب واتس يور بريوريتي في البريذنج افتر تنشن نيوموثوركس؟ لا ما شاء الله عارفينها كويسين ما شاء الله، صح؟ كاردياك تمبونات. تاني احنا بنتكلم على عيان جاي لي في حادثه، على كاجواليتي، على ناس عندهم نفس المشكله في نفس البوينت. مين اللي تختاره قبل مين؟ This is the golden seconds اللي احنا بنقول عليها. فالسكند بريوريتي بعد التنشن تكمن في الكاردياك تمبونات. انجري ادى الى كولكشن في البريكارديوم، شور ادى الى فيلير اوف ذا بامبنج ميكانيزم. طيب دي اعرفها ازاي في الطوارئ؟ سيمبلي باي بيك ستريتس اليفيشن للفينس بريشر. عشان كده يور سكند بريوريتي في الاكزامينشن افتر ذا تراكيا شيفت از نيك فين. تخيل بترتيب حتى البريذنج، ترتيب الاكزامينشن مهم. تراكيال شيفت، اف نوت جو فور نيك فين، اف نوت ابدا انسبكت الاذرز. طب ولو حضرتك عندك تراكيال شيفت اعلم في كارثه ما تعديهاش. نيك كونجستد مع ديمينيش للبلاد بريشر مع مافل للهارت ساوند، اعلم انت هنا بريكارديال تمبونادنج، وطبعا يو شود دو بريكارديوسنتيسيس. ادي تاني واحد عندنا في البريذنج في البريوريتي. افتر ويتش فليل شست. فليل شست اكتر من 3 أو 4 ريبس اتكسروا اتليست ان 2 بوينتس، ففقدت الكونتينيتي للثراسك موفمنت. فالعيان ظاهريا بيتنفس، فعليا فيسيولوجيا ما بيتنفس. وطبعا هنا هو مع افري انسبيريشن نورمالي ماي ثراسك كيج المفروض يكسباند، the flail segment not. ومع الاكسبيريشن all my cage will be collapsed while the segment is not. ففي grossly شفت الترتيب في البريذنج، واحد trachea shift or not، اتنين congested neck or not، تلاتة inspect movement of chest. شايفين ترتيب البريذنج بريوريتي؟ واي؟ لو لقيت بارادوكسيكال ريسبيراتوري موفمنت اعلم ان في بارادوكسيكال لونج اكسبانشن، اعلم ان انا قدام فليل سيجمنت. طبعا هنا هو يو ايميديت بعمل سترابنج وبحط العيان على اي بي بي في فنتليشن. فاينلي او لسه الاوبن، طبعا الاوبن هو عباره عن ستاب ووند الشست أكثر من نص الديامتر اوف ذا تراكيا، فهنا بيسمح لدخول وخروج، فعشان كده هنا الاير كونكتد فريلي مع الاتموسفيريك اير. باشا اتس ا فليل ميكانيزم ويزاوت فليل سيجمنت، يعني برضو بنفس الجمله، مع الانسبيريشن ويل بي كولابسد ومع الاكسبيريشن ويل بي انكسباندد، فطبعا ده هيؤدي الى باندولس كربون دايوكسيد وبرضو هيخش في فيلير. فاينلي هنا بستخدم البي سي سي او البولين تشست سيلينج اف افيلابل، اف نوت افيلابل يبقى هدرس وحط فيه جل واعمل له ادهيزف بلاستر ان 3 سايت بحيث اخلي سايت اكت از ا فالف. لو دي افيلابل اوكي هي لوحدها فالفد، لو نوت انت اعمل فالف. افتر ويتش كونكت العيان لانتر كوستال تشست تيوب كونكتد لاندر ووتر سيل. طبعا الخامس هو الماسيف هيموثوركس. تاني احنا مش جايين نقول نقط انت اكشولي عارفينها، احنا جايين نرتب احداث نقط. عرفنا الايه؟ البي، عرفنا هاو كان وي اكزامين ماي بيشن حتى في ترتيب البيهات، ديفيشن نيك ثم انسبكت ثم ابدا بالبيت. واتس ذا فيرست بريوريتي لاكثر من واحد ان ذا بي يكمن في التنشن يوموثوركس بما لنا بما لا شك. افتر ويتش بفكرك تاني بترتيب البي،
بفضل الله وليس فضلك لو عدينا من الاي ثم البي انا كده ضامن there is a airway patent وفي ميكانيزم اوف بريذنج كويس جدا. هنا ابدا اخش في السي وسريعا طبعا باتاتش بالس اوكسيمتر ببدا اكزامن ذا سكين والكابيلاري اي بليدنج اي شود كنترول باي بريشر ثم بعد كده immediate باخد 2 blood sampling عشان اعرف النورمال صوديوم بوتاسيوم اعمل له arterial blood gas اعمل matching اعرف العيان فصيله دمه is it available or not if needed. احيانا بنحط central venous line primary survey ازاي تحدد ادراك البرين. طبعا انا مش السكند سيرفي ان شاء الله ده موضوع لوحده بس انا مش هتكلم على جلاسكو هو مذكور في ان جولدن سكندز بس الديسابيليتي هنا از يور بيشنت اليرت اور بيستجيب للفيرب بينفول ان ريسبوندد اتول. يبقى سريعا كمان انا شفت كده بشكل عام وات اباوت ذا مدى ادراك البرين. فاينلي اي شود اكسبوز my patient زي بنسميه كده من ساسه لراسه وما كونكت ترايل. هنا لازم تكون فاهم كويس جدا ان لو جاي لي كاجواليتي بعيانين انا مش بعمل ان افري بيشنت اي بي سي لغايه الاي انا بعمل بالعرض الاي فاللي بيتكلم انا كده عديته البي بالعرض اي ثينك احنا شفنا ترتيب البيهات مين ابدا بيه ومين لا وهاو كان اي ديتكتد كلينيكيا ثم بعد كده السي احيانا لو انت ماشي بالطريقه دي انت ممكن ما توصلش لغايه الدي يعني ممكن امشي مع عيانين ما يوصلوش لغايه الدي. حضرتك لو انت هتمسك عيان عيان ممكن العيان الاولاني اللي هتخش معاه اي بي سي دي والباقيين مش هتوصل لهم اصلا. فخلي بالك لما اتعامل مع الكاجواليتي انا بتعامل ترانسفيرسلي هنا وهنا بس مسموح لسيادتك تبدا تاخد هيستوري. ما هي الهيستوري في الحادثه؟ واحد طبعا بنشوف كلام غريب من يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم ويفهموا المسؤوليه ويتعلموا كويس جدا في بعض استقبالات غريبه. جاي لك واحد في حادثه وتلاقي الدكتور كل همه هو مين اللي ضربه؟ مسكته اللي حادثه؟ طب هو الميكروباص فين؟ طب ومين عمل؟ يا سيدي الفاضل ما هي تاثيرات والاوتكم اوف ذيس جولدن كويتشن على اور جولدن اورز؟ يعني ايه اللي هستفيده انا مين ضربه؟ هو العيان منين؟ هو العيان مش عارف فين؟ سيدي الفاضل all this point consuming your minutes. انما لو فرضنا الاي بي سي دي وصلت هنا مسموح لك تاخد هيستوري والهيستوري زي ما احنا هنتفق first of all is your patient known to be allergic؟ ادي اول واحده. طب عياني conscious وعارف يقول لي اوكي يا دكتور انا عندي مشكله مع البنسلين كارثه لو انت مش فاهمها. طب افرض عيانك انكونشس ومعهوش حد ديبندنت ريليتيف ما يعرفش حاجه عنه يبقى بليز اوعى تستخدم ماده نون تو بي الرجيك الا افتر الرجيك تيست. سيمبلي از يور بيشنت على ميديكيشن او عنده باست ميديكال هيستوري عنده سكر وماشي على انسولين وسيادتك المعلومه دي مش واخد بالك منها في الاهميه ومركز هو مين اللي ضربه وعيانك غريب هيز جلاسكو كوما سكور عمال يقل وبدا يخش في غيبوبه سكر ومات. سيدي الفاضل ده ممكن يكون نتاج الميديكيشن اللي هو بياخده. فاينلي ذا لاست ميل اخر مره كان امتى؟ ثم بعد كده الايفنتس اوف ذا انجري بقى وطبعا دي ليها لوحدها باعه. هو حضرتك هو اللي راكب العربيه ولا اللي اتضرب بالعربيه؟ طب ولو راكب عربيه هو اللي بيسوق ولا جنب اللي بيسوق ولا ورا اللي بيسوق؟ واي كل واحد من دول ليه اكسبكتد انجري ده لوحده في ايام. بس امتى بلجا الى هذا؟ لو ضمنت ان كل حاجه شغاله. فاينلي الامبل لازم تكون فاهمها كويس. افتر يو فينيشت يور برايمري سيرفي
After you treat and detect and manage any life-threatening بالترتيب, أبدأ بقى أخش في second survey ونبدأ نمسك organ by organ وترتيب ال organs again في second survey يهمني. فطبعا first of all هو cardio thoracic. يليها مبدئيا الجراحة simply هو العيان ده need to be explored or not. واحد جاي لي وسكينة في بطنه بما لا شك ما تضيعش وقت, هو إيه اللي يحصل في شور explored. After a neurological, an orthopedic, ثم any others. طبعا كل ده will be discussed or will be examined لما العيان حالته تسمح after primary survey. Why to go for definitive care. ففي حادثة عيانك هيتلاقي كل حاجة free منه يتحط تحت ملاحظة. وفي حادثة عيانك هيطلع من أوضة الطوارئ على عمليات الطوارئ to be explored. وفي واحد هيتحرك الى السي سي يو, وفي واحد هيروح اسم القلب وصدر, وفي واحد هيروح قلب وصدر اشراف مشترك مع عظم. باشا حضرتك لازم تبقى فاهم ان عيانك منتس ويتحرك في حته. واللي فاهم كويس قوي هو اللي من اول دخلت المريض لغايه خارجه المريض لا تتعدى منت. اوكي افتر ويتش انا قبلت العيان عملت له برايمري سيرفي, ثم بعد كده بعد ما حالته تسمح عملت ديتيل سكند سيرفي, ثم بدات اوديه للمانجمنت الاصلي بتاعه اللي احتمال ممكن يبقى جاست كونزرفيشن او ممكن يبقى اكسبلوريشن. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا بس اكون عملت هايلايت على حاجات المهمه. شكرا لحسن استماعكم.